إذاعة سلطنة عمان تقدم. قدم الباحثون العمانيون في الجامعات الأجنبية أطروحات وأبحاثاً تناولت شتى ميادين العلم والفنون والمعرفة، وهذه مساحة نفردها لكم في دراسات عمانية. دراسات عمانية. إعداد وتقديم الدكتور هلال الحجري. دراسات عمانية للمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات عمانية. من الأطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه بعنوان الدولة والدين والديمقراطية في سلطنة عمان، قدمها الدكتور سليمان بن حمد الفارسي لجامعة ليدز في بريطانيا سنة 2010. دراسات عمانية. يذكر الباحث في ملخص دراسته أن مدى استعداد دول الشرق الأوسط بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص وقدرتها على تبني وسائل توسيع المشاركة السياسية الشعبية لديها قد هيمن على سياسات المنطقة منذ ما يقرب من عقدين. ويقول إن مواجهة ضغوط التحضر والتحولات الديمغرافية وانخفاض احتياطات النفط والغاز تجعل العقد الاجتماعي الخاص بالمنطقة الدولة الريعية لا يمكن اعتباره الدواء الشافي لضمان استقرار الأنظمة وشرعيتها. فظهور جماعات المعارضة الإسلامية القوية بل العنيفة في بعض الحالات دليل على التفكك الاجتماعي والسياسي المتنامي. ويضيف الباحث أن سلطنة عمان ليست بمنأى عن هذه الضغوط، وعليه فإن كيفية ضمان استمرار شرعية النظام السياسي في حقبة ما بعد النفط هو محور هذه الأطروحة. إن عمان كما يقول الباحث معرضة على نحو متزايد لعواصف قوى العولمة والنمو السكاني والطبقات الوسطى الناشئة وتسارع معدلات التحضر وما يصاحب ذلك من مطالب من أجل زيادة المشاركة السياسية. ويقول الباحث إن مثل هذه المطالب في معظم أنحاء الشرق الأوسط إما أن يتم قمعها دموياً أو تفضي إذا فرض عليها التدخل الخارجي إلى ظهور أنظمة هشة تكتسب شرعيتها في كثير من الأحيان من تحالفات غير مستقرة للفصائل الطائفية المتنافسة. وعلى النقيض من ذلك كما يرى الباحث فإن عمان تقدم حالة فريدة تستحق الدراسة، إذ أنها فتحت فضاءً سياسياً يتكون من ثلاث دوائر انتخابية منفصلة ولكنها مترابطة، وهي نهج من الأعلى إلى الأسفل يرتبط بنخب الدولة، ونهج تقليدي يعتمد على مفهوم الشورى يرتبط بالنفوذ الديني والقبلي، ونهج من القاعدة إلى القمة يسعى إلى الديمقراطية ويرتبط بطبقة متوسطة مثقفة ومتحضرة. ويقول الباحث إن الدوائر الانتخابية الثلاث تستند إلى شعارات وطنية مثل الدين والتقاليد والمبادئ
لتعزيز مواقفها في إرساء الديمقراطية. تحققت هذه الأطروحة من مدى استخدام هذه النهج المتنافسة للإصلاح السياسي أشكالاً قائمة من الشرعية والهوية المستمدة من المذهب الإباضي، وعلى وجه الخصوص مفهوم الشورى. واستكشفت أيضاً مدى توافق الشورى في سياقها العماني مع الحرية الوطنية، وناقشت مدى اتساع هذه العملية لمطالب النخب العمانية التي ترغب في ترسيخ استدامة وشرعية النظام السياسي في مرحلة بعد عصر النفط. وتؤكد نتائج هذه الدراسة أن الدوائر الثلاث جميعها تعتقد أن الشورى في عمان تشكل حجر الزاوية لضمان شرعية أي نظام سياسي، وأن عملية الشورى متضمنة معنى الهوية المشتركة التي تعترف باستمرار أهمية القبلية في تحديد الولاء السياسي، قد وصلت إلى مستوى من النضج يستوعب الآن مفهوم المشاركة الشعبية، وأن غياب الفصائل الطائفية والمشكلات الاجتماعية الأخرى في عمان يجعل تطور هذه العملية يسلط الضوء على الكيفية التي تتبعها النهج المحلية للشعوب، وإمكانية اتخاذها سبلاً جديدة للإصلاح السياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تكونت هذه الدراسة من 7 فصول، ونقرأ من خاتمتها هذه الفقرة: دراسات عمانية. يقول الدكتور سليمان بن حمد الفارسي: يخلص البحث إلى أن عملية الشورى المعاصرة في عمان يمكن أن تكون مثالاً واعداً وناجحاً للمشاركة السياسية الشعبية في الشرق الأوسط بشكل عام، وفي الدول المنتجة للنفط على وجه الخصوص. وقد تطلب هذا النجاح تحولاً اجتماعياً وسياسياً شاملاً في السلطنة، عبر خطوات مدروسة تتناسب مع مستويات التعليم والوعي الثقافي والتحضر. وقد أخذت العملية أيضاً في الاعتبار بعض ثوابت قيم المجتمع، كتلك المتعلقة بالمدرسة الإباضية والأعراف القبلية والأعراف السلطانية، وبمنحها بعض المناصب العليا للمواطنين من خلال اعتماد عملية سياسية من الأعلى إلى الأسفل، والسماح للمجتمع المدني بالبناء، اتخذت الحكومة في وقت معين بعض الخطوات لتخفيف نفوذ المؤسسات القبلية والدينية، ولكن بطريقة تجعلها معترفاً بها داخل العملية السياسية. ومن بين هذه الخطوات استيعاب زعماء القبائل، وفي الوقت نفسه حثت الحكومة الناس على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية فوق كل الولاءات الأخرى، ويعتبر ذلك خطوة نحو بناء دولة المؤسسات، كما اعترفت الدولة بالمؤسسة الدينية من خلال اختيار الشورى عملية سياسية في عمان، إذ تعتبر ركيزة إسلامية. ولكن في الوقت نفسه فإنها حدثت الشورى بطريقة تتناسب مع متطلبات العصر، كما شجعت السلطنة المواطنين على التعلم والحصول على مستويات أعلى من التعليم، وطبقت سياسة توزيعية للعقد الاجتماعي بطريقة متوازنة، جعلت الناس المتعلمين أكثر إنتاجية عند مقارنتهم بنظرائهم في بعض الدول الريعية المجاورة. دراسات عمانية.
كان ذلك عرضاً لرسالة دكتوراه بعنوان الدولة والدين والديمقراطية في سلطنة عمان، قدمها الدكتور سليمان بن حمد الفارسي لجامعة ليدز في بريطانيا سنة 2010. دراسات عمانية. مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية.